يسعد صباحكم واهلا بكم بحلقه جديده من صباح الشرقيه. يوم جديد وامل يتجدد وبدايه يومكم يا رب تكون مليانه بالخير والبركه. حلقه جديده منوعه بها الكثير من الفقرات اللي تخص كل بيت عراقي. خلينا نبداها باهم العناوين. احيانا قد يسوقنا الحنين الى الماضي ونجد انفسنا منجرفين مع الذكريات بمجرد سماع بعض الموسيقى او الاغاني القديمه. وبخصوص هذا الارتباط الغريب بين الأغنية والذكريات، طرحنا سؤال حلقتنا التفاعلي لليوم: هل تشتاق أحياناً إلى سماع بعض الأغاني القديمة؟ وما أكثرها سماعاً بالنسبة لك وما ذكرياتك معها؟ هذا هو استطلاع حلقتنا لليوم. رقص الباليه شغف ولا باقة وأناقة تستهوي كل مستذوقي الفن. راح نتعرف على رحلة هذا الفن أكثر مع راقصات الباليه لافين ويارا من استوديوهاتنا في بغداد. في بغداد شهد مهرجان الزهور الدولي بفعالياته المميزة إقبالاً واسعاً من مختلف المحافظات والفئات العمرية. أكثر الأسباب شيوعاً للعقم، هذا ما راح نتعرف عليه من ضيفتنا الدكتورة آفان سليمان، اختصاصية الأمراض النسائية وعلاج العقم وأطفال الأنابيب. في الأنبار، إقامة معرضاً للفن التشكيلي بهدف تشجيع الطاقة الشابة وحث المرأة للإبداع والتميز. أما الأخبار المنوعة لليوم، بطة مطاطية ترسو على شاطئ اسكتلندا من بعد إبحارها لمدة 18 عاماً، ولون العيون قد يعكس سمات الشخصية في آخر ما توصلت إليه دراسة سويدية. أما باقي التفاصيل فراح نتعرف عليها بحلقتنا لليوم. أما هاشتاج حلقتنا لليوم أغاني تشعرك بالحنين إلى الماضي وما ذكرياتك مع هذه الأغاني. تقدرون تشاركونا كل آرائكم عبر الكيو آر كود يظهر أسفل الشاشة، حياخذكم مباشرة لصفحتنا عبر الإنستغرام وتقدرون تشاركونا الأغاني المفضلة لكم إضافة إلى الذكريات وشنو تذكركم هذه الأغنية من مشاعر سواء مشاعر فرح أو حزن. وقبل أن نبدأ حلقتنا خلينا نشوف حالة الطقس والأجواء في عموم العراق. ونبدأ حالة الطقس من بغداد. درجة الحرارة اليوم في بغداد 31 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد 34 درجة مئوية أيضا مشمس، وبعد غد 36 درجة مئوية مشمس. أقصى درجة الحرارة تصل في بغداد إلى 34 درجة مئوية. والموصل، درجة الحرارة اليوم في الموصل 29 درجة مئوية غائم، من المتوقع أن يكون غد 31 درجة مئوية مشمس، وبعد غد 33 درجة مئوية غائم. أقصى درجات الحرارة تصل في الموصل إلى 32 درجة مئوية. والبصرة، درجة الحرارة اليوم في البصرة 32 درجة مئوية مشمس، من المتوقع 23 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد 34 درجة مئوية أيضا مشمس، وبعد غد 35 درجة مئوية مشمس. أقصى درجات الحرارة تصل في البصرة إلى 34 درجة مئوية. وأربيل، درجة الحرارة اليوم في أربيل 27 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد 30 درجة مئوية مشمس، وبعد غد 32 درجة مئوية من غائم إلى غائم جزئي. أقصى درجات الحرارة تصل في أربيل إلى 30 درجة مئوية. كانت هذه حالة الطقس في عموم العراق. ونبدأ حلقتنا واستطلاع حلقتنا لليوم. أحياناً في عز انشغالنا بالحياة من الممكن أنه يصادفنا نسمع أغنية قديمة توقد في قلوبنا شعلة الحنين إلى ذكريات الأصدقاء، بالأخص في أيام المراهقة أو أيام المدرسة، وتذكرنا بأشخاص كنا نسمعها معهم. وفي بعض الأوقات
احنا من اللي نبحث على هذه الاغاني القديمه على مود ترجعنا لذكرياتنا المميزه اللي كانت في حياتنا، مثل يوم التخرج او يوم الزواج او حتى الاعياد والمناسبات اللي كانت تحدث في ايام طفولتنا. ومن هذا المنطلق حبينا نسالكم مشاهدينا، هل تشتاقون احيانا الى سماع بعض الاغاني القديمه؟ وما اكثرها سماعا بالنسبه لكم؟ وشنو ذكرياتكم ويا هذه الاغاني؟ خلونا نتابع الاستطلاع التالي مع ميلان من اربيل. يسعد صباحكم بالخير والبركة، ويا رب يومكم مليء باللحظات السعيدة. أكو مقولة تقول نحن لا نبحث عن الأغاني القديمة بل نبحث عن الذكريات التي تحملها. بالفعل كثير من الناس مربوطة ذكرياتهم ببعض الأغاني القديمة، فاليوم حبيت أسألكم هل تشتاق في بعض الأحيان أن تسمع الأغاني القديمة؟ وما أكثر أغنية تحب سماعها وتحمل الكثير من الذكريات؟ مشاهدينا خليكم وياي بهذا الاستطلاع. والله معظم الأحيان مرات يعني خاصة الأغاني القديمة اللي بيها لحن جميل وموسيقى هادئة، يعني مو مثل هسه الأغاني السريعة والكلمات اللي أعتبرها يعني بعضها أحيانا مو لائقة. الأغاني القديمة يعني مثل فريد أطرش، نجاة صغيرة أنا أحبها، أم كلثوم، سعد الحلي، يعني اغاني الريفيه همينه قديمه، المقام العراقي القديم اللي بيها الاغاني اللي واحد يعني يتذكر ايام قبل، يعني كلش حلو يعني لانه بيها لحن بيها وزن. شنو اكثر اغنيه تستمع لها دائما؟ والله ايش اقول لك، يعني يمكن نجاة الصغيرة اكثر شيء اسمع لها. يعني الاغاني القديمه تذكرنا بابهاتنا القدماء، تذكرني طفولتي بجيلهم الطيب، فأنا من يعني أكثر شيء أحب أنا أسمع الأغاني القديمة وأستمتع بهم من أسمعها. شنو أكثر أغنية أو مطرب تحب تسمع له؟ والله أحب أسمع يعني ياس خضر، أي نعم، أحب أسمع مال تايبين، أي ورحلة قطار العمر، يعني ياس خضر مال بين علي الكبر. دندن وياهم؟ ايش؟ غني لي شوية. بس مو إلا يعني غني الشيء ثاني يعني. غني لي. اي البارحة هاجت أشواق العمر كلها البارحة وحنيت لك حنت غريب البارحة، حنيت لك حنت غريب ويذكر احبابه بعد غيبه ويظل. عاش صوتك، شنو الذكرى اللي تخطر على بالك من تسمع وتغني هاي الاغنيه؟ يعني هو التراث القديم حلو يعني كلش. مو احنا انا من اهل الناصريه، يعني احنا اهل التراث، يعني الزقوره والتشوباي شور التشوباشي يعني. بعض الأحيان أغاني قديمة؟ أي عجبني مرات، تذكرنا بأهلنا قبل وبالحياة القديمة شلون كانت حلوة وسعيدة مو نفس هسه. سين كلماتها مفهومة وبها أي صحيح صحيح، تكون واضحة ومعبرة أكثر من الكلمات اللي هسه بالأغاني. صحيح. طيب شنو أكثر أغنية تحبين تسمعيها من الأغاني القديمة؟ الأم كلثوم أنت عمر اسمها. يعني لا تجين علينا، إحنا جيل الثمانينات يعني خلينا نقول جيل الطيبين، نحب نسمع الأغاني القديمة لأن بيها معاني حلوة وبيها ذوق وبيها لحن جميل، فنسمع يعني نسمع ذاك الجيل الرائع أمثال الفنان رياض أحمد، ياس خضر، عاصرنا الفنان حاتم العراقي، كاظم الساهر، ذيك الفترة يعني الفترة الجميلة اللي عاصرناها. هو مو ببعض الأحيان بصراحة، هي أغلبية الأغاني اللي بسمعها هي من 10 سنين لهلا، كل هي اغاني الطرب القديمه ان كانت التراثيه ان كانت الطرب فقط اللي بسمعها، اما المودرن الجديد
اللي طلعت بالفتره انا مع الاسف قليل جدا بسمعها يعني. طيب شنو اكثر اغنيه او مطرب تحب تسمع له دائما؟ هلا في كذا مطرب او مطربه بس منهم اكيد تجي بالمرتبه الاولى ام كلثوم مثلا كوكب الشرق بدون اي شك. اكثر اغنيه هل راى الحب السكارى دندن وياها لما تسمعها؟ لابد انه واحد يدندن مع ام كلثوم. يعني قديمه كاحنا جينا نسمي القديمه يعني 2004 او 5 هيك هذا القديم يعني حسام غير همين نسمع هيك شيء. قديمه مو يعني القديمه كجيل قديم يعتبر 2004 2005 احنا كجيل بدايه التسعينات بس يعني لو قلت قديم كلش فما نعرف هذا القديم اللي نسمعه. أنا هسه التقيت بناس حتى هم صغار يسمعون الأغاني القديمة الستينات والسبعينات وأم كلثوم. لا ما نسمع أم كلثوم. فيروز أكثر شيء، فيروز أكثر شيء. على مود التيك توك والتصوير ولا. شكرا لك ميلان عفوا وشكرا لكل الاشخاص اللي شاركوا باستطلاع حلقتنا لليوم. مثل ما شفنا معظم الاشخاص اللي يذكرون الاغاني الحلوه راسا تبين عليهم المشاعر نفسها اللي حسوها بوقت سماع هذه الاغنيه، فهذا رابط جدا قوي بين الاغاني القديمه وبين المشاعر وبين الذكريات الحلوه. من هذه المواضيع نروح لضيفاتنا لليوم. بين رشاقه الفراشات والرقص على نغمات ارقى انواع الموسيقى العالميه تزهر فتاتان لامعتان بفن رقص الباليه، مجسدات هذا الفن العريق بشغف وحب على خشبة المسرح. ولا طالما يعد الباليه وجه آخر يعكس ثقافة المجتمع، فاليوم استضفنا معنا راقصات الباليه لافين ويارا من استديوهاتنا في بغداد حتى نتعرف على مسيرتهم الفنية مع فن رقص الباليه. صباح الخير بنات وأهلا بكم بصباحنا. صباح النور. مرحبا. صباح النور. يا اهلا بكم. بالبدايه خلينا نبدا ويا لافين. لافين اهلا بك بصباحنا وحدثينا عن رقص الباليه وشلون بداتي برقص الباليه. أنا بديت رقص الباليه من عمر 4 سنوات. نعم. كان يطلع يعني بالكرتونات فانا كلش حبيته وبديت اقلدهم فبابا وماما يعني شجعوني ولاحظوا هالشي بيا فدخلوني مدرسة الموسيقى والباليه فمنها أنا بديت أستمر بالباليه. نعم. بالنسبة ليارا أيضا نفس المسيرة. أنتوا فرق بيناتكم ما عندكم يعني فرق بالعمر صحيح؟ يارا تسمعيني؟ نعم. يارا فرق العمر بينك وبين لافين وانتم توأم ولا لا؟ انا اللي اشوف انه شكلكم كلش متشابه كانه توأم ما شاء الله. صح احنا شكلنا كلش متقارب لكن بيناتنا فرق سنه هي اكبر مني. حلو. هل واجهتي صعوبه في تعلم رقص الباليه بالبدايه ولا اخذتي لافين كمثال للتعلم؟ صراحه بالبدايه واجهت شويه صعوبه لانه انا بديتها شويه جمناستيك وكومبرري دانس ما بديت باليه. الباليه يكون فن يعني رقيق جدا وبإحساس وتعبير اكثر من الجمناستكس ولهذا شويه واجهت صعوبه بهالشيء بس اختي هواي ساعدتني لافين والحمد لله اتقنت هالشيء. طيب لافين واجهتي صعوبه ايضا انت؟ أنا واجهت بس بالبداية الصعوبة كانت بالوقوف على أطراف الأصابع. نعم. بس خلال الوقت يعني وعبر السنوات بدينا يعني نتعود على هالشيء فحاليا يعني ماكو أي صعوبة بالبالية. أكو معلومة مغلوطة من قبل الكثير من الأشخاص يفكرون أنه رقص البالية ما يكون مؤذي أو ما يحتاج إلى وزن معين. عندكم دايت معين أنتم تتبعوه بالبيت أو حتى بعض التمارين اللي من الممكن أنه تسووها بداخل التدريبات او حتى داخل المنزل على مود تخففون من الم الوقوف على الاصابع؟ طبعا لافين انا حابه انت تجاوبين على هذا السؤال. احنا
احنا ما نتبع دايت معين، احنا نمط غذائنا يكون صحي. حلو. فمتعودين من الطفوله نستبدل مثلا شوكليت وكل الحلويات باشياء يعني مثل الفواكه، همين تكون سويت وهمين يعني صحيه لنا اكثر. فهذا الشيء اللي يفرق، والبالي يعني يحتاج له وزن معين، طول معين، مرونه من الجسم لازم تكون قويه، ورجلنا همين لازم تكون قويه. طيب لارا، خلينا نتحدث عن اول عمل سويتي، اول عمل مسرحي شاركتي به، وشنو كان شعورك؟ اول عمل مسرحي كان حفل. نعم. ويا استاذ اللي هو استاذ ميسره. طلعت بها كومبريري دانس، لكن بعدها كان اول عرض هو إليا اللي هو كان دويت ويا استاذي، كان على المسرح حفل سنوي. حلو. شنو مشاعرك كانت؟ صراحة عيني دمعت وكنت كلش فرحانة لدرجة انه ما قدرت اشوف الجمهور، فقط اسمع انه الناس قاعدة تشجعني وتصفيق الجمهور. بس تذكرت انه يارا من كانت صغيرة انه شقد كانت تحب هالشيء، وجودها على المسرح وبالفن اللي هي تحبه، فشعور كلش حلو وفخر من كنت على المسرح. حلو. طيب لافين، انت بما انه انت الاكبر سنا، عندك يمكن خبره كفايه انه قبل المسرح انه شو تسوون؟ هل ممكن انه تكونوا متوترين؟ هل من ممكن انه اكو اشخاص معينين حواليكم لازم يكونوا متواجدين على مود يخففون من الضغط؟ احنا صراحه من اول عمل مسرحي انه ما توترنا كلش، من طلعت على المسرح حسيت ما اريد يعني اتركه، اريد اكمل على المسرح، لانه احنا من نطلع على المسرح ما نشوف الجمهور. نعم. بس نشوف هيك يعني اضاءه بوجهنا، فنحب يعني نكمل على المسرح. حلو. فاحس انه يعني ماكو اي توتر. الجولات اللي شاركتوا بيها كم عدد الجولات وكانت باي مكان؟ لو كنتوا بس ببغداد؟ لا، احنا شاركنا يعني مشاركه بقناه تعرض بابو ظبي. نعم. وبالشرق الاوسط كله، بس هي قناه ابو ظبي. نعم. وشاركنا يعني مشاركات محليه، وان شاء الله يعني نوصل للعالميه ان شاء الله باذن الله. طيب لارا، بالنسبه للدراسه، شنو موضوع الدراسه؟ احيانا البعض من ممكن مجرد ما يلقى هوايته يهمل موضوع الدراسه. يارا، صراحة أني الحمد لله حالياً مطلعة عفاء، ما شاء الله، أني طالبة يعني شاطرة يعني موفقة بين الدراسة والبالية، مثلاً أرجع أتمرن ممكن بعدين أدرس أو العكس أسوي، بس أنه شيء سهل بالنسبة لي لأنه أني متعودة من الصغر، وحالياً أني مرحلة رابعة إعدادي، فشيء كلش سهل بالنسبة لي. قررتي أنه عادي. قررتي شنو تريدين تصيرين بالمستقبل؟ إيه. شنو؟ نعم. شنو قرارك؟ صراحة أنا عندي شغلتين أريد أصير. أول شيء إنه أريد أصير مدربة بالية. وشغلة ثانية إنه أريد أصير مجال الطب. حلو حلو، هذا شيء جدا جميل. وبالنسبة لافين؟ أنا هم المدربة بالية بالأكاديمية مالتنا اللي راح نسويها إن شاء الله. ويعجبني صراحة أكثر من تخصص حالياً، فما محدد لحد هسه. طيب التور اللي جاية بالمستقبل، الجولات اللي جاية بالمستقبل، شنو المخططات؟ أكو حفلات أنتم حابين أنه تشاركون بيها؟ طبعاً إحنا نسوي حفلتين بالسنة، وعدا أنه عندنا يعني تصويرات ننزلها، انترفيوز نطلع بيهم، فأكو مخططات كلش حلوة للمستقبل، بس حاليا سبرايز هي يعني ما راح نحكي عنها. حلو. طيب يارا ولافين، انا اريدكم توجهون نصيحه للبنات اليوم اللي دي يسمعون واللي حابين انه يدخلون برقص الباليه وحابين انه يبداون بالتدريبات، شنو هي الاشياء اللي يسووها لازم يسووها على مود انه يتقنون رقص الباليه؟ ونبدا اول شيء مع لارا. نعم، أول شيء أنصحهم إنه يحددون هدف لهم. نعم. إنه ما يخلون ليفل معين للبالية، لا، دائما يخلون شيء أعلى. وأنصحهم إنه يلتزمون بالتمرين كل يومية. نعم. أبدا لا يفقدون الشغف مهما سمعوا تعليقات سلبية، أي شيء يأثر بهم. لأن هو أصلا فن البالية يحتاج ثقة بالنفس،
التعبير شخص لازم يكون مرتاح. فأي شخص أو أي بنية حالياً تشاهدني عندها هدف وطموح في فن البالية، أنا أول شخص داعم لها وانطلق بهذا الفن، لأنه هو شيء كلش راقي. إضافة إلى فن البالية هو يجمع بين الرياضة والفنون، فهذا شيء كلش حلو. صحيح. بالنسبة لافين، تجي إحنا إن هواية أسئلة، إذا إحنا بدينا البالية بعمر أكبر، نعم، فهذا الشيء راح يأثر بالنسبة إلي. يعني أنا أعتبر إنه إذا شخص عنده هدف فيقدر يسوي اللي يريده. أنتوا لازم يكون لكم هدف وإلكم عزيمة وقوة تبدون بمجال البالية وأي مجال بهذا العالم. رغم الكلام السلبي اللي يجيكم لا تهتموا له، اهتموا بس للإيجابي، وإذا ماكو كلام إيجابي فأنتوا قولوا لنفسكم الكلام الإيجابي. حلو. لافين ويارا، تنويها بس، احنا قبل 4 سنين سوينا لقاء وياكم، كنتوا بنوتات صغار بعدكم باول بدايتكم برقص الباليه. طبعا احنا راح نرجع نسوي لقاء ثاني وياكم ان شاء الله بعد 4 سنين ثانيه، وتكونون باذن الله واصلين مراحل عالميه، ونتمناكم كل التوفيق. احنا فخورين كلش بيكم من قناه الشرقيه وكادر صباح الشرقيه بالتحديد. شكرا لكم بنات، ونتمناكم كل التوفيق. شكرا. طبعا من فن الرقص والبالي، طبعا فن جدا جميل، ومثل ما ذكروا البنات انه الواحد لازم ينتبه على الكلام اللي ينقال لهم، اذا كان ايجابي او اذا كان سلبي. اذا كان ايجابي الواحد يقدر يستقبله، اما اذا كان سلبي فلازم يتجاهله ويحاول انه يحدث نفسه بطريقه ايجابيه على مود يقدر يوصل لهدفه. من هذه المواضيع نروح لتقرينا اليوم. في فصل الربيع يعود للطبيعة نبض الحياة لتزهر الورود بشتى الألوان والأشكال، واحتفالا بهذا الفصل فقد أقيم في بغداد مهرجان الزهور الدولي بنسخته 13، الذي شمل على العديد من اللوحات الفنية المصممة من الورود الجميلة. وقد تضمن المهرجان على أنواع مختلفة من النباتات والأشجار المعمرة والموسمية والدائمية أيضا. وشهد المهرجان على إقبال كبير من مختلف المحافظات والفئات العمرية، فخلونا نستمتع بمشاهدة فعاليات أكثر عبر التقرير التالي مع تبارك من بغداد. مرحبا بكم مشاهدينا، اليوم احنا موجودين بمهرجان الزهور بموسمه ال 13، وبمناسبه قرب الربيع اقيم هذا المعرض اللي يحتوي على مجموعه من الزهور والنباتات المختلفه، وشاركت به مختلف البلديات اللي حبوا يبرزون امكانياتهم وقدراتهم بالتنسيق ورسم اللوحات المختلفه بواسطه الزهور. فتعالوا اليوم حتى ناخذكم جوله داخل هذا المعرض، خليكم ويانا. مرحبا. السلام عليكم. السلام على حضرتك. مهندس رزاق عبويس. مهندس كهرباء. عبالي هم زراعي دا تستكشف. حابين ناخذ رايك في المعرض، شلون شفت النباتات اليوم؟ شو الاشياء اللي اشتريتوها؟ والله هو معرض جميل وفرصه طيبه للعوائل البغداديه متنفس يطلعون، والزهور فشي جميل، عالم جميل يبعث السعاده والفرح. حديقه بالبيت؟ لا والله أنا بيتنا لا ما في حديقة، كان سابقا في قصة البيت. يعني تاخذ انه تعيش بصناديق اكو نباتات. إيه. اشوفك اليوم ماخذ الاحفاد وياك وجايبه من المهرجان، احكي لنا شنو رايك بالاجواء؟ والله اجواء حلوة، بس المفروض قبل هالوقت لان حر الجو هسه حاليا. هسه بدت تغرب الشمس شوي، صار الجو. اي ويا من جاي اليوم؟ ويا احفادي، بنتي وزوجتي واحفادي. تونسين طبعا ماكو. اكيد اكيد. حاب اعرف عندكم حديقه بالبيت؟ لا عندي حديقه صغيره. شنو زارع بيها؟ جاردينيا وجهنمي واكاسيا.
يعني اجواء رهيبه فد شيء. احنا شفنا المنشورات على الفيسبوك وكنا متحفزين على هيك اجواء، بالعكس يعني بغداد تحتاج هيك اجواء لطيفه. شفنا اكثر من جهه مشاركة رصافة. يعني جيتوا اشتريتوا شيء، اخذتوا شتلات، شوف اكو مشاتل هم مشاركة، شنو النباتات اللي اقتنيتوها؟ والله بعدني الحقيقة بداية دخولي يعني فد شيء مذهل، فد شيء التصاميم يعني كلش حلوة. من جيت اليوم؟ والله انا والعائلة. والله احنا اليوم مجموعة الشباب قررنا ان نرسل رسالة هادفة من خلال مهرجان بغداد للزهور، فحقيقة اخترنا عبارات كلش مهمة تحث على الزراعة، وبنفس الوقت تشجع على المحافظة على البيئة السليمة، البيئة النظيفة، خاصة أن الدراسة الهوائية هي تعرفون رياضة تقلل من انبعاثات الذرة في الجو، أفضل من وسيلة نقل، أفضل من السيارات، تعرفون السيارات الآن كلش هواي ببغداد، فوجود الدراجة الهوائية تعتبر وسيلة نقل بديلة عن السيارات. كذلك احنا بهذا المهرجان المهم هاي العبارات اللي تشوفوها أنتم الموجودة الآن هي تحاول يعني توصل رسالة مهمة للمجتمع، أن يزرع أفضل ما يقتل. اليوم مشاركة، شلون شفتي حضور الناس اليوم؟ كثير بعقد، يعني شيء بجنن ما فيني اقول لك. وهي زين، شنو اكثر الاشياء اللي اشتروها الناس او اكثر النباتات اللي يرغبوا لها بالعاده؟ شيء بيحبوها هي البلي هيدا، وعندك المكحله كثير بيموتوا عليها، وعندك عصا موسى. شو السبب؟ ها ما بعرف، ما انا بستغرب بقول لهم ليش ما بيردوا علي؟ بقول لك انا ليش؟ لانه هاي النباتات تقاوموا يا حر الصيف. معقوله؟ وخصها هون بالعراق، يعني نحن دبنا للصراحه. حابين تحكي لنا اليوم عن النباتات اللي توفروها اليوم، ودنا نشوف ما شاء الله اكو هواي زيتون، احكي لنا عنه وشلون تم نقله الى بغداد. والله احنا سعيدين وحاط انه هالسنه قدرنا نشترك بمعرض الزهور ببغداد، وحبينا نكون متميزين بهاي الشغله، فجبنا لكم زيتون عمره 450 سنه من اسبانيا، حتى الناس هنا هم تصير عندهم ثقافه زراعيه، وانه ممكن واحد يزرع اشجار معمره واشجار كبيره، حتى الناس هم تكون عندها اطلاع بيها. شوف ما شاء الله هنا حجمها كلش كبير، وقلت لي عمرها اكثر من 450 سنه، فشلون تم نقلها والحفاظ عليها بهاي الصوره؟ ممكن احنا اليوم اكو اليات واكو وسائل للنقل، جبناها بسياره خاصه، واكو اكيد اليات مختصه بهاي الشغلات لنقلها وتحميلها وزراعتها. والله الاجواء كلش حلوه وشيء مميز، ونتمنى ان يتوسع هذا الامر في جميع انحاء بغداد في جميع المحافظات، يعني ان شاء الله العراق يزدهر بالامن والامان، وان شاء الله يعني وياك اولادك كلهم الله يخليهم ويحفظهم. الله يسلمك، ان شاء الله يسلمك. اوكي، اليوم جايبهم حتى تغير لهم جو. تحديدا اليوم اجينا بالتحديد حتى نزور. تجبتهم لهم قالوا لك بابا ودينا؟ هو طرحوا الفكره اللي انقالوا احنا اليوم المعرض 13 فنريد نزور، احنا نتمنى ونحفز على هيك اجواء ونحفز على هيك امور، لان وتوعيه من الطفل للكبير فيكون التوعيه بشكل كامل ان شاء الله. حاب اخذ رايك بالمعرض، شلون شفتي الاجواء؟ والله كلش حلوه، احنا لاول مره يعني جايين معارض جايه سنوات سابقه، فكلش حلو. طرحنا الفكره شدينا علينا هسه نروح، فاجينا وبعدنا يعني نستمر. اكثر شيء عجبكم هنا اكو في لوحات معينه وبعدنا نشوف عندكم حديقه بالبيت؟ لا ما عندنا، بس عندنا صناديق يعني، فاجينا نشتري ان شاء الله. اكو نبته معينه ببالك حابه تقتنيها اليوم؟ رجل وزع الديماتس، فاجيت اعوض
تعمد هو ياخذكم رجلي ان شاء الله. شكرا لك تبارك على اعداد هذا التقرير. طبعا مشاهدينا في حال حبيتوا انه تشوفون فقرات سابقه او ما لحقتوا تشوفون الحلقه من البدايه تقدرون تروحون على الكيو ار كود يظهر اسفل الشاشه حياخذكم مباشره لصفحتنا عبر اليوتيوب وتقدرون تتابعون كل ما فاتكم. ايضا ارجع اذكركم بسؤال حلقتنا التفاعلي اللي هو اغاني تشعرك بالحنين الى الماضي وما ذكرياتك معها. طبعا وصلتنا الكثير من التعليقات وبعدنا يمكن هذا واحد من اكثر الهاشتاجات تفاعلا لهذا الاسبوع. ليان كاتبة أغاني فيروز كانت تطلع الصبح أو حتى إذا ما تطلع الصبح أحاول أنه أشغلها بالسيارة بالطريق للعمل، وأيضا الأغاني كلها أحبها، الأغاني القديمة كلها أحبها لأنها لها ذكريات مميزة بجمعة الأهل والأصدقاء. زياد كاتب طمني عليك محمد فؤاد، هذه الأغنية أثرت بي تأثير جدا كبير ولعبت دور جدا مهم بحيث كل ما أسمعها حاليا ترجع لي نفس المشاعر اللي كنت أسمعها. نزار ايضا كاتب لا يا صديقي لكاظم الساهر، هذه الاغنيه اغنيه جينا والاغنيه اللي تمثلنا بذاك الوقت. ايضا من بعض التعليقات اللي وصلتنا انه كل الاغاني حلوه، كل الاغاني القديمه حلوه لانها كانت تربطنا بمشاعر الاستقرار والامان ومشاعر الحب، وايضا حتى لو كانت اغاني حزينه فتظل اغاني جميله. ومن هذه المواضيع الى خبرنا المنوع لليوم من مهرجان الزهور في العراق إلى مهرجان الطائرات الورقية في فرنسا. فعندما يحل الربيع تحل مع الاحتفالات بفعاليات وطقوس وأنشطة متنوعة، ففي شمال فرنسا يجتمع العديد من الأشخاص على شاطئ بيرك للتفاعل والمشاركة بالمهرجان الدولي للطائرات الورقية. وشارك في المهرجان هواة تحليق الطائرات والمستكشفون الجدد لهذه الرياضة الترفيهية وفرق احترافية. زل سماء فرنسا بالطائرات الورقية المصنعة بالكامل من مكونات يدوية محلية بألوانها الزاهية وتصاميمها المستوحاة من الحيوانات المائية. وقد حاول بعض من الهواة تحطيم الأرقام القياسية في تصنيع أكبر أنواع الطائرات الورقية. خلونا نتابع الفيديو التالي لمهرجان الطائرات الورقية السنوي في فرنسا. Ça remet de la tension déjà un peu ? La démonstration de leur talent, vous l'avez vu. Ça remet de la tension déjà un peu ? La démonstration de leur talent, vous l'avez vu.
ومن هذه الأخبار المنوعة نرجع أذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي اللي هو أغنية لديك ذكريات معها وتشعرك بالحنين إلى الماضي. من التعليقات اللي وصلتنا لليوم ضحى كاتبة أغاني كاظم الساهر القديمة كلش عندي أغنية سنين وياك متغرب وأيضا استعجلت الرحيل وشون أودعك يا العزيز، والقائمة طويلة جدا وإحنا من معجبين الفنان كاظم الساهر طبعا تحية إله. ونرجع نشوف التفسير العلمي لربط هذه المشاعر بالأغاني، أنه عند استماع البعض لأغاني أو الموسيقى بإيقاع ثابت فإن الموسيقى تحرض أجزاء كبيرة من الدماغ ومن ضمنها الذاكرة الصريحة أو الضمنية، ولهذا السبب أنه إحنا دائما نربط مشاعرنا بأغنية معينة أو نربط أحاسيسنا وذكرياتنا في أغنية معينة كنا نسمعها وإحنا صغار. من هذه المواضيع مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى استديوهاتنا في أربيل إلى عزيز وزهراء. يسعد صباحكم. يسعد صباحك يا رولا وكل مشاهدين برنامج صباح الشرقية. يا أهلا بيك. طبعا خلف الكواليس أنا وعزيز ماكو أغنية ما تذكرناها، بس يعني كل واحد حسب والجيل مالته يعني صحيح. شنو يتذكر، فأكو أجيال تتذكر مثلا أن فنانين كبار جدا بالعراق يحبون يسمعون أغانيهم القديمة، أكو ناس تميل إلى أم كلثوم وجماعتها مثل عزيز كان دا يقول لي الصبح كان دا يسمع أم كلثوم، ما أدري شنو خطر على بالك. عزيز شلون؟ صباح الخير زهراء، صباح الخير على سيارولا، صباح الخير على كل الناس اللي يتابعونا بحلقة صباح الشرقية اليوم. صراحة يا رولا يعني أنا دامشي بالطريق فطلعت أغنية أنت عمري بقيت اسمعها يعني انت عمري الصبح عزيز شلون العلاقه بهاشتاج حلقتنا لهذا اليوم هي رهمت بعد فخليتها الاغنيه والحمد لله والشكر وصلت للقناه يعني بسلامه الحمد لله. بس هي الاغاني بصوره عامه يعني يجوز مثلا بعض الاحيان يصير ويانا فد موضوع كلش غريب انه احنا نتذكر فد لحن مال اغنيه يذكرنا بايام قديمه وما نتذكر الاغنيه نفسها، هنا راح تصير خلينا نقول المهمه كل الصعبه، لازم نتذكر الاغنيه وكلماتها والمغني اللي غناها، بس بصوره عامه يعني الاغاني تبقى لها الذكريات كلش حلوه ويعني أكيد. يبقى لنا فنانين مفضلين. زين خلينا نسال رولا شنو عندها احد مفضل، شنو اكثر اغنيه تذكريها بطفولتك رولا؟ والله زهراء انا ما يحضرني اي اغنيه حاليا، ولكن فيروز ايام الشتاء الصبح الاجواء تكون حلوه لما يكون الاهل مجتمعين او حتى من يكون بدنا نتحضر للمدرسه فعلا. الوالده تكون حاطه اغنيه بالباك جراوند لفيروز، فبينما تحضر هي الريوق بين احنا ما نجهز للدوام، هذه الاجواء اللي جدا بسيطه، مجرد ما اسمع فيروز حاليا يعني بهذا الوقت راسا ترجعني للذكريات الجميله انه انا بعدني صغيره والدتي قاعده تحضر لي اشياء للمدرسه او تجهزني اليوم حلو، فربط المشاعر ويا فيروز يمكن بس الصبح، لكن الباقي يعني اكثر شيء همنا هيثم يوسف، هيثم يوسف يربطنا شويه بطفولتنا جيل التسعينات، عنده ذكريات مع هيثم يوسف. طبعا زهراء وعزيز انا منتظره ارائكم وتعليقات مشاهدينا لليوم، وراح اترك لكم الجو استديوهاتكم في اربيل، شكرا لكم ويومكم سعيد. شكرا لك يا رولا يوم السعيد، ونرجع نصبح عليكم مشاهدينا من استديوهاتنا في اربيل، نذكركم بسؤالنا التفاعلي اغاني تشعرك بالحنين الى الماضي وما ذكرياتك معها، يمكن العطور والاغاني هي من اكثر الشغلات صحيح. اللي ترجع ذاكره الانسان، مرات ممكن بمقطع نسمع باغنيه نتذكر موقف كامل مارين به احنا ويا شخص ويا عائلتنا ويا اصدقائنا، فلهذا الاغاني تعلق ببال الانسان مثلها مثل العطر. فخلي نقرا انت شنو علقتوا لنا على سؤالنا التفاعلي، شنو شفت عزيز؟ هبه كاتبه اغلب اغاني هيثم القديمه ومحمد فؤاد وكاظم الساهر ويهاب توفيق واصاله، يعني هاي جزء هم جوي يعني التسلسل جابتهم. اي أنا دا أقرأ والله هواي اكو تعليقات تقول هيثم يوسف. شنو بعد موجود عندنا تعليقات؟ اكو بصراحة شوفي زهراك فد أغاني الكرتون القديمة هسرت أقول لك سبقتني أنا كاتبيها الصراحة أغاني الكرتون مرات همين ترجعنا ذكريات ويا أخواننا، نقول تذكرون هذا الكرتون وهمين يمكن على أيام قبل همين الكرتون بلش بالتدريج، اكو ناس لحقت على سبيستون، اكو ناس لا كان اكو اصلا ماكو سبيستون، كانت اكو التلفزيون العراقي بوقتها بكم كرتون معين. كم كرتون صحيح يعني، بس هي يبقى مثلا مثل ما ذكرنا احنا لكل اغنيه يعني يبقى لها ذكرى معينه، حتى اغاني الكرتون يعني بصوره عامه هي هم بها ذكريات حلوه. طبعا مشاهدينا الكرام احنا راح نرجع نقرا المزيد من التعليقات اللي شاركتونا بها بحلقه اليوم، لكن من بعد ما نروح وياكم
لضيف حلقتنا. لا شك أن الأولاد هم زينة الحياة، وهم من يضيفون للحياة الزوجية معنى وهدف سامي. وهناك العديد من الأزواج الجدد يحرصون دوما لبناء أسرة جميلة، ولكن هناك بعض المشاكل التي قد تمنعهم، ومن أبرز هذه المشاكل هي مشكلة العقم. فما هي أسباب العقم وما هي العوامل التي تقينا منها؟ هذا ما سنتعرف عليه أكثر من ضيفتنا الدكتورة آفان سليمان، اختصاصية الأمراض النسائية وعلاج العقم وأطفال الأنابيب. يسعد صباحك دكتورة. نتخيل أن هذا الموضوع يهم يمكن هواية أشخاص، فأريد بداية قبل ما نسألك أسئلتنا لليوم تعرفينا شنو هو العقم. العقم أي زوجين بعد سنة من الزواج هم حاولوا خلال هاي السنة أن يصير عندهم أطفال وما صار، بدون ما يكون عندهم استخدام أي وحدة، يعني أي موانع للحمل، هم حاولوا خلال هاي السنة كاملة وما صار عندهم حمل، فإحنا نقول عليهم أنه هذا حادث عقم ويحتاج العلاج والمتابعة. بالنسبة هذه للأزواج اللي عمرهم يكون الزوجة تكون عمرها من 20 إلى 30، أما إذا كان الزوجة عمرها 35 وفوق فنقول لها 6 شهور تنتظر، بعد الست شهور لازم يعني تحاول ويكون عندها علاج ومتابعة. جدا زين. ما مدى شيوع العقم بين الأزواج؟ يعني ما مدى انتشار هذا الموضوع؟ العقم فتشي منتشر، يعني ممكن انه احنا اذا واحد يروح مثلا مستشفى الولاده يقول ماكو عقم، بس اذا يروح يعني الاستشاريات مال العقم راح يصادف ازواج كثيره تعاني من هاي المشكله. واحده من كل 7 أزواج يعانون من مشكله العقم، وهذا الشيء موجود يعني بمجتمعنا. بما انه دكتور الاسباب طلعت شائعه ويعني موجود هواي ازواج يعانون من ادها، شنو هي الاسباب الرئيسيه اللي تسبب العقم؟ العقم ممكن يكون من الزوجه وممكن يكون من الزوج وممكن يكون ماكو، يعني العقم الغير مفسر هم موجود اللي يكون ما عندهم اي سبب للعقم، يعني الزوجه امورها زينه، المخزون زين، العمر مناسب، والزوج كذلك نسبه الحياه من عنده زينه، لكن اكو شيء اسمه العقم الغير مفسر. فبالنسبة للزوجة اللي يعني يحيدها هو العمر ومخزون المبيض عندها، هذه الشغلتين تكون أهم شيء عندها إذا هي موجودة عندها أو لا. أما بالنسبة للزوج فهي نسبة الحياة من الحركة والشكل الحياة من نفسها اللي حتبين من خلال الفحوصات. جيد زين. هذا الموضوع هو أهم بأعراض يعني خصوصا عند الرجال، شنو هي أعراضه؟ عند الرجال رح نرجع أول شيء أنه التاريخ الطبي للزوج نفسه، إذا عنده أي مشكلة صحية، إذا هو مسوي فحوصات قبل أو لا. فإحنا أول ما يجي الزوج رح نأخذ من عنده تاريخ طبي كامل للشغلات اللي هو مسويها والشغلات اللي هو يعاني من عندها. للأسباب اللي ممكن تسوي العقم عند الرجال ممكن تكون أولاً أنه مثل ما نقول الفحص السائل المنوي، هو مسوي فحص سائل منوي أو لا. فحص السائل المنوي ممكن يبين لنا عدد الحياة من عنده، الشكل أو المورفولوجي مالت الحياة من نفسها اللي لازم تكون الطبيعية فوق 4%، وكذلك الحركة النشطة، لأن الحركة مهمة جدا حتى هذا الحيمن يوصل للبويضة ويخصبها. فإذا عنده مشكلة بأي وحدة من هاي الشغلات ممكن تأثر على نسبة الخصوبة عند الزوج. الشغلات الأخرى أو ممكن تسبب العقم عند الرجال هي ممكن تكون الخصية المهاجرة عند الزوج، اللي هي تكون الخصية خلال تطور الجنين يكون بطني بعد الولادة الذكر، الطفل الذكر هذه راح تنزل، وأكو أمهات ما يلاحظون هذا الشيء ويمكن يبقى يعني العمر كله الطفل هذا ما يلاحظ إنه ما يلاحظون عنده إنه عنده الخصية المهاجرة، وهذه راح يعني تتشخص بعدين ويكون فات الأوان لهذا الشيء. فهذه واحدة من أسباب العقم عند الرجال. الأسباب الأخرى للعقم عند الرجال ممكن تكون الأمراض المزمنة عند الزوج، البيئة أو النمط الحياة اللي هو ده يعيشها. سامع التدخين هم يجوز من الأسباب. نعم، التدخين، المشروبات الكحولية، مثلا السمنة ممكن تأثر على الحياة من حركتها ونسبتها كذلك. فهذه ممكن تكون الأسباب العقم الموجودة عند الرجال. هل ممكن إنه دكتورة تشابه ما بين الرجال والنساء أو متقاربة أو لا؟ النساء مختلفين تماما بأسبابهم.
لا، النساء تكون يعني محدده الاسباب عندهم، مثل ما قلنا العمر عند الزوجه تكون اهم من يعني الزوج، العمر ما راح يكون مهم قد ما هو مهم، وفتشي نقول عليه نازك كلش عند الزوجه اللي هو العمر، عمر الزوجه العمر فتشي ممكن يعني بعد الأربعين نسبه الحمل عندها تكون قليله جدا توصل 20%، اما بال 20 30 ثلاثينات من العمر راح يكون تقريبا 60%، فيعني هذه راح تكون الفارق بالنسبه للخصوبه عند الزوجه. زين. طبيعه الفحوصات اللي لازم مثلا يبلش كل شخص يسويها حتى ما يوصل لحاله متفاقمه ويبلش يعالج هذه المشاكل بوقت يعني قبل ما يفوت عليه الاوان. نعم، احنا قلنا بعد سنه راح نبدي نسوي الفحوصات. هذه الفحوصات بالنسبه للزوج اهم شيء انه يسويها هي كبدايه هي فحص السائل المنوي. فحص السائل المنوي راح يبين لنا اذا عنده مشكله او لا، ومرات ان احنا نسوي فحص السائل المنوي ما راح يبين انه يعني كل شيء عنده تمام، العدد الاشكال وكذلك الحركه النشطه عنده كلها زينه، ولكن مع ذلك اكو وجود للعقم، فبهاي الحاله راح تحتاج من عندنا فحوصات اخرى اللي يتم اجراءها بمراكزنا، وهذه راح نتابعها ويا المريض ونشوف شنو المشكله اللي عنده. من هذه الفحوصات اللي لازم احنا نسويها خصوصا للحالات اللي تكون بها حالات عقم الرجال نسبه الحيامن عنده صفر، بهاي الحالات راح تحتاج فحوصات هرمونيه وفحوصات كذلك لتكسر الماده الوراثيه راح نحتاجها إذا كانت النسبة زينة، ولكن مدى يصير عندنا إخصاب بالبويضة، فهذه الحالة موجودة تكسر المادة الوراثية ما راح يبين بالفحص العام للسائل المنوي، لازم نسوي له فحص جينات، من خلال هذا الفحص راح يبين ويانا إذا عنده تكسر المادة الوراثية أو لا. عندنا حالات صارت مثلا إنه كلها إنه المشكلة عبالهم إنه المشكلة عند الزوجة نفسها، سنوات هم مدى يعالجون، ولكن من اجوا يمنا وسووا اطفال انابيب تبين انه المشكله بالاخصاب، يعني الحيمن غير قادر على اخصاب البويضه، وهذه رجعنا وسوينا فحوصات اخرى دقيقه اكثر منها تكسر الماده الوراثيه، تبين انه الزوج عنده تكسر ماده وراثيه 95%، وهذه نسبه عاليه جدا، لازم تكون اقل من 25% قبل لا يعني يبلشون بطفل الانبوب. من خلال المتابعه والعلاجات قدرنا انه نعالج هاي المشكله، والحمد لله بعدين وراها يعني ورا 12 سنه تقريبا صار عندهم طفل، وهذه يعني من الشغلات الموجوده، والحمد لله العلم اليوم يوم بيوم عم يتطور اكيد، فممكن الاسباب تتشخص بشكل اسرع. يعني دكتور احنا نريد نامل مشاهدينا اليوم بانه كل شيء له حل. نعم. فاحكينا شوي عن طرق العلاج، هل تختلف من شخص الى شخص؟ هل صارت سهله حاليا؟ موجوده بكل مكان؟ نعم، طرق العلاج موجوده هسه، يعني اي علاج ممكن قبل كانوا العوائل مثلا يروحون للخارج حتى يتعالجون، هسه هي موجوده يمنا الحمد لله بكل العراق، كل المحافظات موجوده تقريبا صارت. هذه العلاجات ممكن نبدي بعلاج بسيط يكون عن طريق علاجات دوائية، حبوب أو أبر تكون، ومن ثم متابعة للشخص نفسه، ممكن هذا العلاج يطول ويانا تقريبا 3 أشهر إلى 6 أشهر، وبعدين نتابعه نشوف نسبة الحياة من عند الزوج شلون صارت وكيف التغييرات اللي تصير ويانا. إذا ما صارت تغييرات نروح لشغلة يعني علاجات أقوى أو طرق علاجية أكثر، مثل ممكن تكون جراحية في حالات نسبة الصفر أو العقم للرجال اللي تكون نسبة الحيامن عندهم صفر. العلاجات هذه ممكن تكون من خلال سحب الحيامن عن طريق الأبر، ممكن تكون السبب هو يعني القنوات الموصلة للحيامن مقفولة، أو هذه تكون يعني خلقية، مشاكل خلقية يعاني من عندها الزوج، فنتم السحب من الخصية ويمكن نلاقي الحيامن ونستخدمها في عمليات طفل الأنبوب. إذا ما صارت عن طريق السحب بالأبرة أكو التفتيش المجهري، والتفتيش المجهري هذا فتشي دقيق جدا من الشغلات المتطورة هسه موجودة عندنا، وممكن عن طريقها يكون عندنا امل بالنسبه للزوج عن طريق يتحقق حلمهم من خلال هاي العمليه. جيد جدا. زين، العلاج وكل هاي الامور وكل التفاصيل اللي ذكرتيها اعتمادها الاساسي هي على المريض نفسه لو على الدكتور، لو الموضوع هو يكون تعاوني حتى مثلا
ما نقول تتم عملية العلاج بصورة صحيحة؟ هو تعاوني، يعني إذا المريض من يجي من إذا هو متعاون ويا الطبيب، الطبيب عنده الإمكانيات وعنده الخبرة الكافية حتى يسوي هذه العمليات، لكن المريض همين نحتاج التعاون من المريض همين، لأن الشغلة ممكن مو بيوم ويومين يعني تتعالج الحالة، ممكن تحتاج 3 شهور 6 شهور، وأكو مرضى يعني تابعوا ويانا لحد السنة بين ما صار عندهم الطفل، لأن هي شغلة دقيقة وتحتاج مثلا الحياة من عند الزوج تحتاج 3 شهور لحد ما تتكون، يعني مثلا البيوض عند الزوجة فشي من الله سبحانه وتعالى هي ثابتة، هي من تجي للدنيا الأنثى تكون عدد البويضات عندها فشي ثابت وشهر عن شهر راح تنزل عندها البويضات، لكن الزوج كل 3 شهور ليكون حياة من جديدة، ولهذا ممكن بهاي العلاجات الدوائية والجراحية تكون عندنا الحياة من. زين دكتور، أريد من عندك نصيحة لكل الأزواج اللي يشوفونا أو للأشخاص المقبلين على الزواج أيضا. الأمل دائما موجود، بالنسبة للي يعانون العقم أكو حالات انتظروا سنوات وبعدها صار عندهم الحمل الحمد لله، فإحنا نقول الأمل دائما موجود، لا تقطعون الأمل، ويعني دائما كونوا متقينين بالله سبحانه وتعالى انه راح يرزقكم، هي يعني الابوه والامومه هو رزق موجود ان شاء الله. اذا اختصاصيه الامراض النسائيه وعلاج العقم واطفال الانابيب الدكتوره اغان سليمان، شكرا لك وشكرا لكل ما تكلمتي به بخصوص هذا الموضوع. شكرا لكم. إذا مشاهدينا نرجع نذكركم بسؤالنا التفاعلي موجود على انستغرام الشرقية، أغاني تشعرك بالحنين للماضي وما ذكرياتك معها. خلينا نقرأ شنو الأغاني اللي تذكركم بالحنين للماضي. هنا زينة كاتبة أكيد فيروز أيام الشتي. شنو بعد؟ هواية أغاني يعني. سارة كاتبة محمد عبد الجبار. أكو أغاني محمود قديمة كاتب إيهاب توفيق لأغاني قديمة محمد عبد الجبار فعلا مميزة، وسارة توقع كاتبة أغنية سافرنا ومشينا بعيد، هاي يغنيها فنان اسمه حسن الرسام. أوكي، أمام الأغاني القديمة يعني طبعا. أوكي نانا طه كاتب وائل جسار خليني ذكرى. فمثل ما قلنا كل شخص يجوز، هي الأغنية مو كلش قديمة ولكن عنده فد موقف وياها تحسسه بالماضي. طبعا احنا دا نشوف هواية تعليقات هواية أسامي هواية أغاني، رح نرجع ونقراها وياكم مشاهدينا بعد ما ناخذكم إلى تقريرنا لليوم. أقيم في محافظة الأنبار معرضا للفن التشكيلي شمل على أكثر من 30 لوحة فنية بأساليب مميزة وتقنيات مختلفة، وقد تضمن المعرض على مسابقة تنافسية ولجنة تحكيم لاختيار أجمل عمل فني، وتنوعت اللوحات ما بين الرسم الحر والخط والزغرفة والفن الفيلوغرافي، وقد هدف المعرض على تشجيع الشباب وحث على الإبداع والتميز بيناتهم. فخلونا نتابع هذا التقرير وراجع لكم. شاركت في احد القاعات مدينه الفلوجه بلوحتين كانت رسماتي، يعني انا كل الاكثريه رسماتي تحكي عن البغداديات والتراث، وهي احد لوحاتي هي رسم بغداديات والشناشيل البغداديه، صاحب حيل الشناشيل والرسم البغدادي. شاركت اليوم بمهرجان اللي برعايه البيت الثقافي، قدمنا به لوحات منوعه نستظهر به طاقات الشبابيه والمواهب، وخاصه مواهب البنات ومواهب نركز بشكل عام على بشكل خاص على النساء. طبعا اظهرنا عده لوحات وشاركنا تقريبا 30 لوحه، من ضمنها 3 لوحات هي لوحاتي، وان شاء الله القادم افضل ونقدم شيء اكبر من ناحيه الفن. عندي لوحه البوب ارت اللي هي اسلوبها يكون اسلوب ديكوري واستهدف به شخصيات، مثل عندي لوحه زها حديد، وعندي لوحه سومر هي لوحه حضاريه بس حضاره العراق بشكل عام وحضاره سومر بشكل خاص، اما بقيه اللوحات هي لوحات ديكور. اليوم اقمنا معرض الحمد لله وشكر، نلت
اخذت جائزه المركز الثاني، وكان التتويج كلش حلو، كان الاحتفاليه كلش حلو، مبادره داعمه من البيت الثقافي. عدة أشكال، يعني قضايا تخص المرأة، قضايا اجتماعية، قضايا مثلا عفوا جلكم الله الحيوانات أو النباتات، حسب يعني كل لوحات تختلف عن الثانية، قسم من اللوحات تكون بس خيوط وقسم من اللوحات تكون أسلاك نحاسية. حسب اللوحة، حسب حجمها وحسب تفاصيلها، أكو لوحات يعني تطول عندي تستغرق ممكن 4 أشهر، أكو لوحات ممكن 10 أيام، حسب يعني لوحة الجامع أخذت مني تقريبا 3 أشهر. اليوم على موعد مع الإبداع، على موعد مع الجمال والعطاء. صراحة هذا اليوم أقمنا معرضا تشكيليا شاملا لرسامي مدينة الفلوجة. هذا المكان التجاري اليوم هو أصبح قبلة للمثقفين. كان هنالك عرض لعدد من اللوحات لمجموعة من رسامي المدينة. على غرار هذه التجمع أيضا كان هنالك اختيار لأفضل 3 لوحات. صراحة نحن اليوم كبيت ثقافي في الفلوجة نسعى لإدامة مثل هكذا نشاطات من أجل أن نرسل رسائل محبة وسلام، ومن أجل أن نعطي طابعا بأن اليوم مدينة الفلوجة مدينة الجمال، مدينة السلام. مثل وجود هكذا شخصيات ووجود النخب المثقفة، وجود الرسامين، يعطي طابع جميل بأن اليوم كان هنالك حراك ثقافي مستمر في مدينة الفلوجة، إضافة إلى وجود من يحتوي مثل هكذا أنشطة. احنا اليوم نطالب الإدارة المحلية ونطالب الحكومة المركزية بأن يكون هنالك رعاية واهتمام أكبر بالشباب، باعتبار اليوم الشباب هم عماد المستقبل وهم اليوم القادرين على أن يرقوا لمدينتنا المزيد من العطاء والجمال. كانت هنالك العديد من اللوحات، أكثر من 40 لوحة نافست على المراكز الثلاثة. لجنة التحكيم اختارت أكثر من 3 لوحات، أصبح اليوم لدينا أكثر من 6 لوحات هي فازت من ضمن هذه اللوحات المشاركة. مجموعة من الفنانين من الشباب والشابات شاركوا بقامة معرض فناني اليوم. حقيقة من المعارض الفنية ليست كالمعتاد من الرسومات السابقة اللي يعرضوها اليوم، متنوعة الفن، من الفن الفيلوغرافي، الفن التشكيلي، الخط، الزغرفة، الرسم بالمسامير والخيوط الرسم أيضا. هذا ندل على الحداثة التي يقدموها نتاج مجموعة من الفنانين. اليوم البيت الثقافي هو الحاضنة لجميع المثقفين والفنانين الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم، وإحنا بدورنا نحتضنهم، نسقل مهاراتهم ونزلهم معارض فنية تشكيلية للمجتمع بصورة عامة. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بعد ما تابعنا هذا التقرير، وبالتاكيد يعني احنا راح نرجع اليوم. حتى التقارير الخاصه بنا هي عباره عن تقارير فنيه بما ان سؤالنا احنا فني اليوم بدي اذكرهم بالاغاني. صح. بس يعني بالمناسبه بصوره عامه نرجع ونتكلم وياكم شوي عن التقرير اللي شاهدتوه. الفن رساله مثل ما ذكرنا ونكرر هذا الموضوع يجوز بكل حلقه، انه انت اليوم بداخلك اكو فنان، هذا الفنان لازم تكتشفه وتستكشف وتعرف شنو هو الشيء اللي تقدر انت تميل الى او تسويه. يعني اكو مثلا نحاتين وخزافين، رسامين، موسيقيين، بكل المجالات الفنيه تقدر توصل فد رساله معينه من خلالها تحقق الشيء اللي تريده. ومنها احنا نذكركم بسؤالنا الفني طبعا يا زهرة. خلينا نشوف شنو الاغاني يذكركم او تخلي لكم حنين الى الماضي. زهرة شنو عزت يقول والله كبرنا ما دا اتذكر ولا اغنيه لان اكو هواي اغاني ببالي. زهرة انت ماكو فد اغنيه قريبه عليك يعني تسمعيها دائما او مثلا تتذكريها؟ ايه والله احنا يعني كنا عشنا هاي اللحظات اللي هي قبل ما نروح المدرسه لازم نفتح فيروز ويا الوالده اذا كنا بالسياره او كنا تسوي لنا ريوق. بس اكو اغنيه كلش احنا ما عرفنا اسم المغني انا وياك.
بس الاغنيه يمكن اغلب الناس يعرفوا لي لو تعرف على قلبي غذاك، بس ما عرفنا ربيع اسمه. ربيع الاسمر. اي هي هي من الاغاني كلش قديمه، ما اعرف يمكن قديمه بالنسبه لي بس مو قديمه بالنسبه لي. وما شاء الله عشاق كاظم الساهر هم هوايه. اكيد صح صح هوايه قريت كاظم الساهر. انا وليلى مدرسه الحب، يعني هاي اغاني كلش حلوه. خالد كاتب وغلوتك العمر دياب، هم قرأت هواية تعليقات تقول عمرو دياب مع أنه هو عنده شعبية بكل مكان، وفعلا الأغاني القديمة لحد الآن راسخة ببالنا. شنو بعد شفت؟ أغنية فؤاد غازي أزرع لك بستان ورود. حلو حلوة. صح حلو هاي الأغاني، يعني هي هم عزيز هي يعني يجوز إحنا من أن أخبار المنوع هم لها شوية علاقة بهذا الموضوع، فرح ننتقل ويا أول خبر منوع ويا عزيز. طبعا زهراء مو بس الأغاني، هي يعني هاي الأغاني القديمة خصوصا أول ما نسمعها يجوز مثلا مشاعرنا تتحول تصير بشعور الحنين إلى الماضي، وإنما حتى المقتنيات أحيانا. ففي اسكتلندا مثلا عثر مراهق بالصدفة على لعبة، هذه اللعبة على شكل بطة مطاطية على الشاطئ، والمفاجأة أنه اكتشف أنها قد أبحرت لمدة 18 عاما. فمن بعد أن رست هذه البطة المطاطية على الشاطئ وعثر عليها المراهق الأسكتلندي فيليب، تبين من بعد التدقيق أنها أبحرت لمدة 18 عام، وحتى حمل فيليب البالغ من العمر 13 عام البطة معه إلى المنزل. فلاحظت والدة فيليب الجملة المكتوبة على أسفل هذه البطة، حيث كتب عليها سباق البطة القياسي العالمي إيرلندا في سنة 2006. وتبين بعد البحث أن البطة كانت ضمن 150 ألف بطة من مطاط أطلقت في صيف 2006 في نهر ليفي في دبلن الإيرلندية، لتسجل رقم قياسي باسم مؤسسة خيرية محلية في البلاد. وكان يفترض أن يعبر البط كيلومترا واحدا من أسفل النهر ويمر من تحت 5 جسور من أجل جمعها، لكن بعض البط وصل إلى البحر حتى عثر المراهق على واحدة منها على بعد 423 ميل في اسكتلندا. طبعا هذه من الصدف، جزء احنا مثلا متعودين على شط نتخيل هاي الاشياء اللي قاروره بها رساله او شيء، بس مو هيك يعني بعد مو بطه، بعد بطه بعد مرور كل هاي الاعوام يعني صادف هيك شغلات غريبه عجيبه باخبار المنوعه وحلوه. قاومة الظروف وحطوا عليها وورد ريكورد، يعني اخذت وهذا التسلسل مالتها التسلسل. حلو حلو هذا الخبر. طبعا مشاهدينا من هذا الخبر راح ناخذكم الى خبر اخر يخص لون عيونكم، فشوفوا لون عينكم شو يعكس على شخصيتكم. هناك الكثير من الاقوال والاشعار والامثال التي تغنت بالعيون البشريه وجمالها والوانها، لكن هل تعلم انه لون عينك قد يشير على سمات شخصيتك؟ هذا ما توصل إليه باحثون في جامعة في سويسرا، فقد أشارت الدراسة إلى أن لون العيون البنية تدل على الشخصية القوية، وينظر إلى الأشخاص ذوي العيون الداكنة أو حتى العيون السوداء على أنهم لطيفون للغاية، كما يعتبرون مخلصين أيضا ولديهم قدرات قيادية. كما أشارت إلى أن العيون الزرقاء مؤشر على القوة الداخلية الكبيرة، والنساء ذوات العيون الزرقاء يعانون من آلام الولادة أكثر من النساء ذوات الألوان العيون الأخرى. ولخصت هذه الدراسة أن النساء ذوات العيون الخضراء غالبا ما ينظر إليهم على أنهم جذابات للغاية، ويقومون بعمل جيد حتى تحت الضغط، كما أنهم يعتبرون مبدعين للغاية، ويمكن للأشخاص ذوي العيون الرمادية أن يتعاطفوا بكل سهولة وسرعة مع الأشخاص الآخرين في مختلف المواقف. ويميل الأشخاص ذوي العيون العسلية إلى حب استقلاليتهم، ويعتبرون أنهم واثقين من نفسهم وعفويين. فأنتوا من يا خلينا نقول جروب من هاي الأشخاص. حلوة حبيت شلون مقسمين كل شخص لون عينه، يعني هاي هم يجوز هذا الموضوع هم يعتمد على علم النفس أنه شلون يحللون شخصية كل شخص من خلال الصفات اللي يحملها. فحلو اليوم كل واحد عرف تحليل شخصيته من لون عينه. وننتقل وياكم للخبر الآخر، أغلبنا عند إعداد السلطة والطعام قد نرمي قشور الليمون وعنق ثمرة الفلفل ولا نتناولها، لكن في غرب أمريكا الجنوبية الموضوع مختلف بعض الشيء، فهناك
تعد أو تعد إيزابيل السلطة من قشور الجزر وقرون البازلاء، مؤكدة أن هذه الطريقة البديلة للطهي من دون هدر بقايا المكونات قد غيرت حياتها وعلمتها استرداد ما كان يعتبر غير صالح للاستخدام لإعداد أطباق صحية وشهية. تطهو إيزابيل بمشاركة 5 نساء أخريات 150 حصة يومياً باستخدام قشور البطاطا والبازلاء والجزر والكرات والزنجبيل بدلاً من رميها لإعداد أطباق أخرى. والآن تعمل إيزابيل على أسلوب طهي يسعى إلى الاستفادة من قشور وأوراق فاكهة وخضرة لا لإهدارهم في المطبخ، مضيفة أنه ينبغي استخدام كامل المكونات حتى لا تفقد قيمتها الغذائية. وتدير إيزابيل سانتوس مطبخ في جنوب ليما، حيث يباع كل طبق مقابل 1.3 دولار، وتضم لائحة طعام أو خلينا نقول المنيو الخاص بهذا المطبخ، تضم هريس جذور البروكلي والأرز بقرون البازلاء وشراب ليمون مصنوع من قشور الليمون وبقايا الكرفس. طبعا يجوز هذا يعتبر من الهيلثي دود فود عفوا. أكيد أنا مو بس هيك، يعني المطبخ بعدة عدة عدة أنواع، يعني نلاقي أكو ثقافات مختلفة، أكو ناس تستخدم شغلات مختلفة من بلد إلى بلد. فأني الصراحة أول مرة أسمع هذا الخبر، خبر حلو إن هم دا يستغلون الشغلات اللي إحنا ندبها ويستغلوها بشغلات زينة. هذا كل شيء سامع بس healthy دوت ما سامع healthy food ماني غلطت. صير عزيز زين عزيز ممكن تجربها ما سألتك. أي طبعا ممكن تجربها؟ حياة تجارب ما عندكم مشكلة. زين خلينا نروح إلى خبرنا الأخير مشاهدينا. يعني أكيد إحنا سامعين أو شايفين إنه مرات أكو زوج أطول من زوجته أو الزوجة أطول من زوجها، ممكن بخمسة سنتيمتر 10 سنتيمتر أو حتى 15، لكن نادرا ما ممكن أن نرى فرق طول بينهم يصل إلى 86.36 سنتيمتر، حيث استطاع رجل وزوجته من الولايات المتحدة أن يدخلا موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب فارق الطول الكبير بينهما والذي بلغ 86.36 سنتيمتر. والأمر المثير للاهتمام هو أن الزوجة أطول من زوجها بكثير، إذ يبلغ طولها 177.8 سنتيمتر، أما الزوج فطوله 91.44 سنتيمتر. ويقول الزوجان أنهم كانوا أصدقاء في سن المراهقة وتزوجا فيما بعد، وبعد الزواج أنجبا 4 أطفال. وقالت الزوجة جيسيكا عن القصة اللي تعرفوا بها: لقد عرفنا بعضنا منذ الطفولة، كان لدينا نفس مجموعة الأصدقاء، لكننا لم نرى بعضنا البعض حتى أصبحنا كبار بالسن. وأشار إلى أنهم زوجين جدا سعيدان ويخططان إلى العيش مع بعض إلى الأبد. حلو. فنا الحب ما يعرف حتى الطول حتى تعرف رغم يعني. الفروقات الموجودة يعني رغم كل هي أطول من عنده. أي ورغم كل التفاصيل يجوز، وحتى طبيعة الحياة اللي عاشتها هي يجوز تختلف. تختلف. بس خلينا نقول كانت نهاية الموضوع نهاية كلش حلوة. ونهاية إنسانية أنا أعتبرها أيضاً، يعني لأنه يمكن مو أي أحد يقدر يقبل بها ويشوف أنه لا شلون لازم أختار شخص قريب علي، قريب إلى عاداتي، قريب إلى شكلي. فنهنيها الجيسيكا ونتمنى لهم حياة سعيدة. طبعاً منا نروح إلى سؤال تفاعل، شو رأيك عزيز؟ طبعاً أغاني تشعرك بالحنين إلى الماضي وما ذكرياتك معها. خلينا نقرأ شوية آخر التعليقات قبل ما نختم حلقة اليوم. خلينا نشوف شنو هي الأغاني اللي راح يذكرونا بيها. هبة كاتبة: أكيد كاظم الساهر وإيهاب توفيق وأصالة من أكثر الناس اللي أستمع لهم. شنو بعد؟ أكو البعض كاتبين بصراحة إحنا ما نحب نسمع الأغاني القديمة حتى ما نعيش ذكرياتها الأليمة. أنا كل ناس عندهم ذكريات أليمة بيك. بس أكيد عندهم همين ذكريات حلوة بنفس الوقت. أي طبعاً أشوف الذكريات الحلوة موجودة خصوصاً عند العراقيين، يعني موجودة عند أغلب عند أغلبهم مع أغاني هيثم يوسف، خصوصاً أغنية تانية أتذكر بس أنت وحدك لي. أي صح، فعلاً من الأغاني جداً مميزة. هناك كاتبين أغنية شمسين من الأغاني كلش قديمة ولحد الآن أسمعها تتكرر بأكثر من مكان. طبعاً. شنو؟ أغنية مهمة. بصراحة أنا حسيت التعليقات من قسم 3 أقسام، أغلب شيء كاتبين فيروز وكاظم الساهر وهيثم يوسف، صح؟ أي طبعاً. مو عزيز؟ طبعاً أغنية ليلى كاظم الساهر.
لا يا نجلاء كاتبة لا يا صديقي لكاظم الساهر. طبعا انتم من اليوم يمكن ذكرتونا باغاني لازم نسمعها احنا همين ونتذكر اشياء من الماضي. نتمنى لكم اوقات سعيده مشاهدينا. احنا هنا نكون خلصت فقراتنا من صباح الشرقيه. انتظرونا غدا بحلقه نهايه الاسبوع. مع السلامه. مع السلامه.